سماح. انت اتقفلت شوي. ايه يا سماح؟ ابعدي ابعد عني. ابعد يا بنت. روقي. ابعد عني. ابعدي يا بنت. ابعد عني. بسم الله، اللهم صل على النبي. يا رب يا رب اجعل لنا فيها رزقه حلوه يا رب بحق جاه النبي يا رب. بسم الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، الله اكبر. بقول لك ايه، عايزين التوك توك ده ساعتين زمن نقضي بيه مصلحه ونرجعه لك تاني. ما ينفعش يا اخوانا، التوك توك ده اكل عيش. ما هو ده اكل عيش برضو. اصل بصراحه التوك توك بتاعك محلو في نظري، واحنا بقالنا فتره مفتقدين التكاتك الحلوه اللي زي دي. بالظبط زي ما قال لك كده اخويا عتبه، وفاقد الشيء يدور عليه. اخلص ياد وهات المفتاح بدل ما الحكم يزرفك كارت احمر ويطردك بره الملعب. واللي علينا يا سيدي مش هناخد منك الكارت اليومين الجايين. ها طب ولو قلت لا؟ لا لا انت ياد، هي رحله باخد رايك فيها، ده امر ولازم يتنفذ. ايه يا عم التوتر، بتقطر على واحد ليه كده؟ خليك في حالك يا جدع انت. الله، هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا سامسون؟ ما انا زعيت اهو، هعمل ايه اكتر من كده؟ يا عم انت عايزين منه ايه؟ عايزين ياكلوا وياخدوا التوك توك بتاعي. والله العظيم ده حرام، حرام في الكباريه. بس يا عم، بس يا عم، خلاص يا عم اوعى كده. يا عم سيب، يا عم ما تسيب الراجل ياكل كده، اتقوا ربنا وقف في ترعه كده على الصبح. ده الكلام كبر قوي كده، وهنقدم له في المدرسه. يا عم قدم له، ربنا يخليه لك. عامل حاجه ايه يا عم؟ يا عم يا جدعان خلاص، يا جدعان وانا كل ما اجي المقوع فلاقي يا معلم رجالتك مفترين ولا مؤاخذة، يعني بيستخفلوك بيعملوا مصالح على قفاك. يعني ايه؟ متكترين على الواد الغلبان ده، عايزين ياخدوا منه التوك توك يعملوا بكام مصلحة، مش هدفعوش كارتة لمدة شهرين. اهلا وسهلا، بتبشرشوا بالكارتة وتكرتونا انا على قفايا يا شوية نار. الواد ده كتاب يا معلم وعايز يوقع ما بيننا. لا يا معلم سلطان، اللي قاله الأخ ده أقسم بالله هو الحقيقة، وأنت عارفني يعني. أنا عارفك يا حسن، واد طيب ومودع هنا في المقوق، دول شوية جعرات. طب يلا حسن اتكل على الله والمعلم هيربي شوية الجعرات دول. يلا جعرات؟ أنا قلت حاجة؟ جعرات ولا مش جعرات يا معلم؟ جعرات. سلام يا جعر منك ليه؟ تعال ده كده جعر، هو كده.